مصادر أمريكية ترجح أن الرد على هجوم الأردن لن يكون عملية خاطفة بل على شكل حملة متواصلة تستمر أسابيع، وتطال الميليشيات المرتبطة في إيران في العديد من البلدان. الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات جديدة على مواقع وأهداف عسكرية حوثية جديدة في اليمن، والحوثيون يواصلون استهداف السفن ويهددون كابلات الإنترنت البحرية. بلينكين يعود في جولة خامسة للمنطقة لبحث مستقبل غزة وإدارتها والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية بعد انتهاء الحرب. رغم الحديث عن مواصلة الحرب، وكالة رويترز تكشف عن لقاء قيادات من الجيش بالدعم السريع والاتفاق المبدئي على إعلان مبادئ يضمن الحفاظ على وحدة السودان. أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من قناة الحدث، معكم المبروك صغير. أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع نظيره البريطاني جرانت شابس في مقر البنتاغون، تناولت التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الجانبين ناقشا الهجمات المتصاعدة التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وهجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر، مع التأكيد على حرية الملاحة البحرية. وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا لشبكة NBC الإخبارية عن استعداد واشنطن لشن حملة من الهجمات ضد إيران ولكن خارج حدود إيران. المسؤولون الأمريكيون أوضحوا أن الحملة التي ستستمر لأسابيع ستشمل ضربات عسكرية وعمليات سبرانية متزامنة ضد أذرع إيران بعدد من الدول في المنطقة. وأكد مكتب الحرس الوطني الأمريكي ونحو 40 من أفراد الحرس أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع في 28 من يناير على منشأة الدعم اللوجستي الأمريكي المعروفة باسم البرج 22 في شمال شرق الأردن، والذي أسفر عن مقتل 3 من جنود احتياط للجيش الأمريكي. وفي واشنطن دعا أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى تعزيز الإجراءات الرامية لإنفاذ العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في رسالة موجهة إلى الرئيس بايدن شدد الأعضاء فيها على ضرورة منع التجارة غير المشروعة في النفط الإيراني من خلال فرض عقوبات على السفن والموانئ والمصافي التي تتعامل بالنفط الإيراني. كما أكد الأعضاء في رسالتهم على ضرورة استخدام جميع السلطات المتاحة لتطبيق هذه العقوبات بشكل استباقي بينما يدرس الكونغرس تشريع القانون. أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بطائرات مسيرة. قالت الفصائل العراقية إنها هاجمت الميناء مؤكدة الاستمرار في شن هجمات من هذا النوع. وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتقد أن ميليشيات عراقية كانت وراء الهجوم بطائرة من دون طيار على قاعدة الجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا. نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل مجموعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك كتائب حزب الله. أعلن الجيش الأمريكي أن سفينة حربية أمريكية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، إضافة إلى 3 طائرات مسيرة إيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الاستهداف كان باتجاه خليج عدن، وتمكنت المدمرة USS كارن من إسقاط الصواريخ والمسيرات بنجاح وفق الجيش الأمريكي. وبالتزامن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربة دفاعا عن النفس ضد طائرة مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية، بعدما تبين أن الطائرات المسيرة ومركز التحكم بها يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.
قبل ذلك كشفت وسائل إعلام حوثية أن قصفا نفذته قوات أمريكية وبريطانية استهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة اليمنية. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي استهداف سفينة تجارية أمريكية بصواريخ بحرية وإصابتها بشكل مباشر. هذا وأفادت شركة أمبريل للأمن البحري بإصابة سفينة تجارية بصاروخ أطلق من اليمن أثناء إبحارها جنوب غرب عدن، مضيفة أن السفينة أبلغت عن انفجار على متنها. الهجوم على السفينة التجارية جاء بعد ساعات فقط من استهداف الحوثيين المدمرة الأمريكية غريفلي بالصواريخ، والتي لم تنجح في إصابتها ولكنها اقتربت من المدمرة بشكل كبير جدا. وفقا لمصادر أمريكية أشارت إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون تم إسقاطها على بعد ميل واحد من المدمرة، وهو المدى الأقرب الذي يصل إليه صاروخ حوثي منذ أواخر العام الماضي، حيث كان في السابق جرى اعتراض تلك الصواريخ في نطاق 8 أميال أو أكثر. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة تجارية أمريكية كول كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر. إن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية للمدمرة الأمريكية USS غريفلي بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر. هدد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بضرب أي صاروخ قد يطلقه الحوثيون في البحر الأحمر، موضحا أن معظم السفن التي تعبر البحر هي تجارية وليس لها علاقة بإسرائيل كما يزعم الحوثيون. بالنسبة للحوثيين بإمكانهم أن يزعموا كل ما يريدون أن الأمر مرتبط بغزة، لكن ثلثي السفن التي يضربونها ليس لها أي صلة بإسرائيل على الإطلاق، لذلك هذا ليس صحيحا، هذا كذب، وسنواصل القيام بما يتعين علينا القيام به لحماية سفن الشحن، وكما فعلنا إذا رأينا فرصة لمنع إطلاق صاروخ فسنقوم باستهدافه، سنفعل ما يتعين علينا القيام به. أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوري أن بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر لن تشارك في أي ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مضيفا أن هدفها هو حماية السفن من الهجمات في البحر الأحمر. الهدف حماية السفن واعتراض الهجمات عليها وعدم المشاركة في أي نوع من الأعمال ضد الحوثيين، فقط منع الهجمات، إنها بالتأكيد مهمة، ونحن جميعا نشعر بالقلق إزاء حركة مرور السفن في البحر الأحمر. نشرت مجموعات محسوبة على جماعة الحوثي صورا وخرائط لكابلات الانترنت البحرية التي تمر تحت البحر في باب المندب، وعددها 20 كابلا بحريا، وسط تحذيرات من إقدام الحوثيين على مهاجمتها. بعد استهداف السفن التجارية كابلات الانترنت البحرية تحت التهديد، بعد نشر مجموعات محسوبة على الحوثيين صوراً لخرائط الكابلات عبر تطبيق التليجرام مرفقاً بتعليق يقول: يبدو أن اليمن يحظى بموقع استراتيجي بحسب تقرير لموقع الخليج الدولي. نشر هذه الصور اعتبره البعض تهديداً مباشراً لخطوط الشبكة العالمية، فيما نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين في وقت سابق عبر بيان وجود أي تهديد تجاه الكابلات البحرية. وتكمن أهمية الكابلات في كونها تصل الشرق بالغرب وتنقل الإنترنت وجميع الاتصالات، إضافة إلى أنها تنقل أكثر من 95% من الاتصالات الدولية تحت الماء، فيما يمر نحو 20 كابلاً بحرياً في مضيق باب المندب. وبحسب تقرير صدر في 2010 عن البنية التحتية العالمية لاتصالات الكابلات البحرية، فإن حركة الاتصالات الإلكترونية العابرة للقارات في العالم تجرى عبر الكابلات البحرية، ومن دونها لن يكون هناك إنترنت ولا اتصال بين قارات العالم. فوق المياه إذن خط التجارة، وتحتها
خط المعلومات والاتصالات، وكلها مهددة. رند الشيخ، الحدث. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا دكتور محمد. من الواضح أن الضربات الأمريكية والبريطانية ليست حلا، لما لا تدعم الولايات المتحدة اليوم الحكومة الشرعية في اليمن لتسيطر على سواحل اليمن؟ هذه هي أحد الإشكاليات الحقيقية التي تعبر عن ارتباك السياسة الأمريكية، ليست في الملف اليمني وإنما في ملفات عديدة في الشرق الأوسط. جزء كبير مرتبط بتمدد الحوثي في مناطق مختلفة باليمن، يعود في جزء منه لغياب رؤية للقوة الدولية وتحديدا الولايات المتحدة في تعاملها مع الملف اليمني بشكل عام ومع وضع الحوثي بشكل خاص. إذا كانت الولايات أو الإدارات الأمريكية جادة في ليست فقط في فكرة فرض عقوبات اقتصادية أو استهداف مواقع عسكرية، وإنما محاولة لدعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية وتقييد المشروع الحوثي داخل اليمن، فبالتالي في جزء منها مرتبط بارتباك وسوء إدارة الإدارات الأمريكية للملف اليمني. هذه واحدة. النقطة الثانية وهي عدم الغموض فيما يرتبط بوجود استراتيجية أمريكية تجاه التعامل مع محور المقاومة في الإقليم بقيادة إيران. كما تعلم أخي الكريم، كان هناك توجه من جانب إدارة ترامب لإنهاء العمل بالاتفاق النووي، ثم جاءت إدارة بايدن لتعيد الأمل لهذا هذا المشروع مرة أخرى. وما بين هذا وذاك تحاول إيران عبر أزرعها أو وكلاءها في الإقليم، سواء كان حزب الله في لبنان، حركة حماس في فلسطين، ميليشيا الحوثي في اليمن، الميليشيات الشيعية في سوريا والعراق، الضغط على دول الإقليم والضغط على القوة الدولية في هذا السياق عبر تحريك أزرعها وأبرزها ميليشيا الحوثي بدعوى دعم حركة المقاومة الإسلامية حماس في حرب غزة الخامسة في مواجهة فلسطين. هناك أيضا بعد ثالث وهي قدرة ميليشيا الحوثي على امتصاص أي ضربات توجه لها من جانب الولايات المتحدة. من الواضح أن هذه الهجمات لم تضعف الحوثي بل تزيدها قوة، والدليل أنه بمرور الوقت أو بمرور يوم بعد آخر تزداد عملية استهداف سفن بحرية أمريكية، سفن تجارية أمريكية، محاولة لإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وبدلا من أن تكون الولايات المتحدة في موقع الهجوم صارت في أحيان أخرى موضع الدفاع. هناك أيضا أخي الكريم عامل رابع ينطوي على قدر كبير من الأهمية، وأن المحاولات الأمريكية لتشكيل تحالفات بحرية لصد أي هجمات حوثية من الواضح أنها لم تأتي نفعا، وإنها تؤدي على الجانب الآخر إلى قيام الحوثي بهجمات مضادة، خاصة وأن بعد وجود حالة من حالات الامتعاض وعدم الانضمام من جانب بعض دول الإقليم وتحديدا المشاطئة للبحر الأحمر، تجد أن الولايات المتحدة ليست لديها القدرة لهذا التحالف البحري الدولي أنه يواجه الحوثي خلال المرحلة الماضية. وعلى أي أساس واشنطن تقول بأن ضرباتها بالفعل أثرت على قدرة الحوثي وهو يهاجمها كل يوم؟ أولا هناك تفسيرات عديدة، يعني لا يوجد أسس بوضوح
لا توجد أسس قوية يمكن الاستناد إليها لذلك. لكن الولايات المتحدة في مأزق شديد، في مأزق إنها لم تستطيع أن تفرض ضغوط إكراهية على فاعل مسلح ما دون الدولة وهو ميليشيا الحوثي. أضف إلى ذلك أن كل محاولات تقييد الحوثي بدءا من وضعها على قائمة المنظمات الإرهابية أو توجيه سلسلة من الضربات لبعض مواقع نفوذها أو محاولة لاستهداف بعض العناصر الرئاسية من كوادرها لم تأتي نفعا، وبالتالي وجدت الولايات المتحدة سقوطا للهيبة، سقوط للهيبة الأمريكية، لأنها لم تواجه أيضا جيش نظامي تواجه فاعل مسلح ما دون الدولة. على أي أساس أيضا تقول ذلك؟ لأن الولايات المتحدة تخشى من عملية تحول هذا الصراع في مواجهة الحوثي أو الصدام الإسرائيلي في بعض المواقع التابعة لإيران في سوريا والعراق، تحولها وتمدد هذا الصراع إلى صراع إقليمي. مع الأخذ في الاعتبار نحن نقترب بشكل كبير من حالة من حالات التصعيد الإقليمي الذي لم يشهده الشرق الأوسط منذ عقود. ولعل تصريح ومقال ويليام بيرز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية منذ ساعات قليلة في دورية الفورين أفيرز بأن الشرق الأوسط على فوت حافة بركان كبير لم ينفجر منذ أربعة عقود، لأن نحن طوال الوقت رقعة الصراع بدأت تتحرك بدلا من أن تكون في قطاع غزة تتحرك للضاحية الجنوبية في لبنان، تتضع في إعاقة حريات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تتصاعد في بعض المناطق في سوريا والعراق عبر استهداف للميليشيات التابعة لإيران. وبالتالي تستشعر الولايات المتحدة وتدرك أن هناك سقوط لهيبتها في مناطق مختلفة والأكثر سوء اهتزاز صورتها لدى حلفائها في الشرق الأوسط. من القاهرة الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. في نشرة ولكن بعد قليل، إسماعيل هنية يصل القاهرة لتقديم رد حماس على ورقة باريس حول صفقة التبادل الجديدة. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادا ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا التاسع صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي
استهدف منزلا بالمخيم الجديد غرب انصيرات وسط غزة، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة قرب مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحي الأمل في خان يونس. ومن البحر نفذت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا مكثفا على ساحل مدينة رفح جنوب القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة، ليتجاوز عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية لنحو 224 جنديا، فيما بلغ العدد الإجمالي للقتلى من العسكريين الإسرائيليين إلى نحو 560 جنديا منذ 7 أكتوبر. لعيونك يا شيخ صالح. من رفح جنوب قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة، مرحبا بك في هذه الساعة. آخر التطورات، هل لازلتم ترصدون انسحاب للآليات العسكرية المتوغلة؟ نعم، فعليا هذا الانسحاب يكشف عدد كبير جدا من الضحايا بعد كل عملية انسحاب نرصدها. تحديدا في خان يونس منذ قليل تم الحديث عن اكتشاف جثامين لضحايا فلسطينيين تم التعامل معهم بإعدامات ميدانية في هذه المحافظة، وهي ليست المرة الأولى. شهدنا خلال الأيام الأخيرة كمية كبيرة من أعداد الإعدامات الميدانية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة، كان أبرزها مناطق شمال قطاع غزة. حتى هذه اللحظة هناك البحث جاري عن جينا حتى هذه اللحظة عن جثامين، عن تكشيف لحجم الدمار الموجود في منطقة خان يونس رغم الخطورة الشديدة التي يمكن الحديث عنها في تلك المنطقة نتيجة للغارات الإسرائيلية التي ما زالت متركزة في محافظة خان يونس، إضافة على الاشتباكات التي ما زالت دائرة في محاور التقدم. نعم، هناك تراجع ملحوظ للآليات والدبابات العسكرية، ولكن هذا التراجع لا يعني على الإطلاق أن هناك انسحاب كلي للآليات والدبابات. هناك تراجع يعني وجود طيران مسير أيضا يقوم على إطلاق النار باتجاه المواطنين وعلى اتجاه كل من يتحرك في المناطق التي كان قد انسحب منها الجيش الإسرائيلي. بطبيعة الحال هناك عدد كبير جدا من الإصابات والضحايا في الأماكن المختلفة التي شن فيها الجيش الإسرائيلي غاراته، أبرزها مناطق وسط محافظة خان يونس والمناطق الجنوبية منها والمناطق الغربية التي كان فيها عدد كبير جدا من النازحين الفلسطينيين. هناك حركة نشطة أيضا لعمليات النزوح واستمراريتها باتجاه محافظة الجنوب نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية والاشتباكات التي ما زالت مستمرة. نلاحظ في هذه الأثناء دخول طيران مسير أيضا وطائرات حربية في سماء محافظة رفح، هذه المنطقة التي كانت تعتبر من المناطق الآمنة والوجهة الأخيرة للفلسطينيين الآن تتعرض إلى وابل من الغارات الإسرائيلية شنت في الليلة الأخيرة، استهدفت منازل مواطنين فلسطينيين ومركبات مدنية، وإضافة على ذلك هناك عدد من القذائف التي أطلقت باتجاه المناطق الغربية الساحلية لمحافظة رفح، وبالتالي هناك تخوف لدى المواطنين الفلسطينيين من استكمال العملية العسكرية في هذه النقطة تحديدا، خاصة أنها على مقربة شديدة وملاصقة لمحافظة خان يونس التي تتعرض لهذه العملية العسكرية البرية في الأيام الأخيرة. هناك اشتباكات ومناوشات موجودة حتى هذه اللحظة في المناطق الشرقية المحادية لمخيم البريج، إضافة على عدد من الغارات التي سجلت في الليلة الفائتة في منطقة مخيم النصيرات ومخيم دير البلح بالتحديد، إضافة على ما يلاحظ من محافظة غزة عن انسحاب جزئي أيضا للآليات والدبابات العسكرية في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من محافظة غزة، تكشف عنه حجم كبير جدا من الأضرار التي لحقت بالمنشآت وأيضا أعداد من جثامين الضحايا التي وجدت في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق. ولكن ما زال هناك عدد من الاشتباكات تسجل في منطقة دوار أنصار ومناطق الغربية الجنوبية من محافظة غزة بالتحديد، منطقة شارع الرشيد والشيخ عجلين وحيتا للهوى، هذه المناطق ما زالت فيها الاشتباكات دائرة حتى هذه اللحظة مع تفجير الجيش الإسرائيلي لعدد من المنشآت الحكومية والمباني، أبرزها مدينة عرفات الموجودة في وسط محافظة غزة الجنوبية تحديدا. هذه المنطقة تم تفجير عدد من هذه المنشآت استهدافات ما زالت مستمرة تحديدا بالمدفعيات التي طالت عدد من المناطق الجنوبية والشرقية من محافظة غزة. أيضا كان الجيش الإسرائيلي أعلن عن 4 قتلى جدد في صفوف قواته، هل لديك أي معلومات في أي جبهة بالتحديد سقطوا؟
نعم فعليا الجبهة الشمالية من محافظة غزة هي التي ما زالت فيها الاشتباكات كانت مشتعلة خلال الأيام الأخيرة. كان عدد من هذه الاشتباكات تسجل في منطقة السلاطين تحديدا غربي شمال مدينة غزة أو غرب مدينة بيت لاهية تحديدا. هذه المنطقة كانت فيها الاشتباكات عنيفة للغاية، سجلت فيها أعداد كبيرة من الضحايا وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ويبدو أن هذه الاشتباكات أفضت إلى وجود عدد من القتلى في صفوف الجيش إضافة إلى عدد من الإصابات التي كان قد أعلن عنها أيضا الجيش الإسرائيلي في أوقات سابقة. ولكن عملية الانسحاب الجزئي هذا الأمر خفف من وتيرة هذه الاشتباكات وأعداد الضحايا والقتلى الذين يعلن عنهم بشكل مستمر، إضافة أيضا على الاشتباكات التي ما زالت دائرة في المناطق الشرقية المحادية للمخيمات الوسطى وتحديدا مخيم البريش. حتى هذه اللحظة لم يعلن الجيش عن وجود قتلى أو مصابين، ولكن أعلنت الفصائل الفلسطينية عن إلحاق أضرار بمركبات تابعة للجيش الإسرائيلي ودبابات مركبة تم استهدافها عبر صواريخ الهاون أو قذائف الهاون تحديدا، وعدد من الصواريخ الأخرى التي استخدمتها الفصائل الفلسطينية بطبيعة الحال في تلك المناطق. من رفح جنوب قطاع غزة، شكرا لك حتى اللحظة، الصحفية خولة الخالدي. كشفت القناة الإسرائيلية 12 أن رئيس موساد دافيد برنياع أطلع مجلس الحرب الإسرائيلي على وثيقة مبادئ صفقة محتملة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. تشمل الصفقة إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا من النساء والجرحى وكبار السن في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل هدنة لمدة 35 يوما. ورجحت القناة الإسرائيلية تمديد التهدئة لأسبوع إضافي لإجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة والتي تتضمن إطلاق سراح الشباب والجنود. واعتبرت القناة أن جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في عدد الأسرى الفلسطينيين الأمنيين الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراح من السجون، بل نوعيته. كما لفتت إلى أن الصفقة ستشمل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين أدانتهم تل أبيب بعمليات أدت إلى قتل إسرائيليين. كما كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وصل إلى القاهرة لتقديم رد الحركة على مقترح صفقة التبادل الجديدة مع إسرائيل والذي طرح في باريس قبل أيام. وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن حماس لم ترد بالموافقة المطلقة على الورقة، وأنه رغم موافقتها المبدئية على تنفيذ المتدرج للصفقة على 3 مراحل، إلا أن حماس طلبت بتفاصيل تتعلق بمناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي خارج حدود القطاع، ووضعت مطلب معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر على طاولة النقاش مقابل عدم المطالبة بالإفراج عن الأسرى من ذوي الأحكام العالية والقدامى في المرحلة الأولى من الصفقة. توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع لإجراء اتصالات دبلوماسية بشأن الوضع في غزة. وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين سيجري اتصالات مختلفة مع الأطراف حول مستقبل غزة بعد الحرب وكيفية إدارتها في تلك المرحلة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتملة. وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل بشكل مكثف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة توفر ضمانات أمنية لإسرائيل بعد انتهاء الحرب، فيما أفادت تقارير أن الوزير بلينكين أمر بدراسة الخيارات السياسية المتعلقة باعتراف واشنطن بفلسطين كدولة وعلى المستوى الدولي. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تبحث عن هدنة موسعة في قطاع غزة أطول من تلك السابقة في شهر نوفمبر الماضي. بشكل واسع نحن نبحث عن هدنة موسعة في غزة أو لفترة أطول من تلك التي شهدناها في نوفمبر الماضي، هدنة لأكثر من أسبوع، هذا ما نريده، ليس فقط لأن هذا الأمر يسهل عملية إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن ووقف القتال، لكنه سيسمح لنا أيضا بإدخال المساعدات للقطاع. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رسالة انتقاد حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب عدم حسم مسألة اليوم التالي من الحرب في غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن جالانت وضع نتنياهو أمام خيارين، إما الاستجابة لمطالب المطلب الذي يدعو للسيطرة العسكرية على غزة أو العمل على تشجيع السيطرة المدنية من قبل طرف آخر. وكانت صحف إسرائيلية قد كشفت عن تسريبات خطة نتنياهو السرية لما بعد الحرب في غزة تتضمن 4 مراحل تبدأ بتوزيع المساعدات في القطاع وتنتهي بالاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وبعد نحو 4 أشهر تقريبا على بداية الحرب في غزة، لا تزال تساؤلات تدور حول مستقبل القطاع واليوم الذي يلي وقف الحرب. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت عن خطة سرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إدارة قطاع غزة بدون حماس والاعتراف بدولة فلسطينية خلال 4 سنوات. تفاصيل الخطة التي وصفتها الصحيفة بمناورة نتنياهو الاستراتيجية والتي شاركها مع مسؤولين أمريكيين تبدأ بتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة تشرف على دخول المساعدات لفترة انتقالية، وتعطي الخطة السرية لإسرائيل الحق بشن عمليات عسكرية في غزة في أي وقت. كما تتضمن تفاصيل خطة نتنياهو السرية إنشاء سلطة جديدة في غزة من دون حماس أو السلطة الفلسطينية الحالية. وحول الاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية، تشترط خطة نتنياهو السرية لتحقيق ذلك تشكيل تحالف عربي يعمل على دعم تشكيل تلك السلطة الفلسطينية الجديدة وضمن جدول زمني محدد وفق صحيفة جيروزاليم بوست. من رام الله ينضم إلينا الكاتب السياسي خليل شاهين، مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا. أبدأ فيما يتعلق بخبر وصول إسماعيل هنية إلى القاهرة، هل نحن اليوم أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الاتفاق؟ وما الذي يختلف عن المفاوضات السابقة؟ لأنه في السابق كانت هناك عدة مفاوضات كنا نقترب من أي اتفاق وتفشل. نبدأ من الشق الأخير وهو ماذا تختلف هذه المرة الأفكار المطروحة. هي تختلف من حيث الشكل وربما أيضا المضمون. فهذه المرة يجري الحديث عن مراحل ولكنها ترتبط بالانتقال المتدرج من مرحلة إلى أخرى، وبهذا المعنى أعتقد أن الجهود تتكثف من أجل خلق دينامية من كل مرحلة تتيح إمكانية التفاوض حول المرحلة اللاحقة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف الذي يدفع الجميع باتجاهه وهو وقف هذه الحرب المستمرة منذ 4 أشهر. صحيح أن الولايات المتحدة أيضا تدفع باتجاه هدى إنسانية طويلة نسبيا، ولكنها تعتقد أن هذه المقاربة سوف تخلق دينامية تجعل شن الحرب أو استئنافها ما بعد يعني فترة 90 يوم على الأقل أمر صعب، بمعنى أنها تفقد الحرب الزخم الذي يأمل نتنياهو أن يتواصل لفترة طويلة قادمة. لكن فيما يتعلق بالفجوات التي لا تزال قائمة أعتقد أنها كبيرة وكبيرة جدا. الأجواء الاحتفالية التي شهدناه يعني في الضجيج الإعلامي في الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين خفت مساء الأمس وعادت أجواء من التشاؤم لتهيمن على تحليلات الكبار المحللين الإسرائيليين، وخاصة بعد التصريحات التي سمعناها يعني من نتنياهو والتي يبدو أن هدفها هو عرقلة إمكانية نجاح المباحثات التي سوف تجري في القاهرة مع وفد حركة حماس وربما أيضا فصائل فلسطينية أخرى في الحصول على موافقة مبدئية على الأقل على الإطار العام يعني المقترح، ومن ثم يمكن مناقشة التفاصيل التي تضمنها كل مرحلة. الخلافات في عند الدخول إلى التفاصيل يعني كبيرة وكبيرة جدا، يعني هي لا تتعلق فقط في عدد الأسرى الفلسطينيين ونوعيتهم، هي تتعلق بطبيعة العملية العسكرية، الوجود الإسرائيلي المباشر يعني في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وأنتم أشرتم إلى يعني خطة جرى يعني تسريبها يعني يوم أمس مدعومة ضمنيا من نتنياهو. فيما يتعلق بهذه الخطة أستاذ خليل، هل هي محاولة حقيقية من قبل نتنياهو لإفشال صفقة تبادل الأسرى والوصول إلى هدنة؟ لأنه تصريحات نتنياهو أو تسريبات عفوا عن خطة نتنياهو تتحدث عن أنه هناك سلطة لن يكون فيها حماس ولا تكون فيها سلطة وسيقوم بعمليات عسكرية في غزة وقت ما يشاء. يعني طريقة نتنياهو المعروفة دائما أنه ينأى بنفسه عن الظهور بشكل مباشر داعم لخطة، وخاصة فيما يتعلق بترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة. ولذلك هذه الخطة جرى تسريبها باعتبارها تمرينا قام به رجال أعمال إسرائيليين، ولكن بمشاركة مباشرة من الشخصية المقربة من نتنياهو وهو رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الذي زار الولايات المتحدة، ويعتقد أنه ناقش بعض الأفكار الواردة في هذه الخطة. بمعنى آخر نتنياهو يريد أن يقول يعني بأنه بعد تسريب هذه الخطة بأنه ليس بالضرورة يدعمها، وبذلك يحاول أن يحافظ على مسافة ما بين يعني الأفكار والمبادرات التي تطرح بشأن اليوم التالي في قطاع غزة. لكن ثمت يعني ما يحمل على الاعتقاد بأن هذه الخطة مدعومة فعليا من نتنياهو، إلا لما شارك ديرمر في يعني في
مداولات يعني بشأنها. الجوهري في الخطة أنها تبقي الحكم العسكري في قطاع غزة لفترة طويلة، بمعنى أنها تتحدث عن إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة تدير الشأنين، الشأن الأمني وكذلك الشأن المدني بشكل مباشر، ومن خلال علاقة مع شخصيات وربما عائلات وشخصيات محلية في قطاع غزة، بما يخلق ظروف لنشوء سلطة يعني في قطاع غزة. ثم أنها تتحدث أيضا عن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية حتى في الضفة الغربية، ولذلك وعندما تتحدث عن دولة فلسطينية هي تتحدث عن دولة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، يعني في الضفة الغربية، يعني على 20% من أراضي الضفة الغربية يمكن أن يضاف إليها لاحقا أراضي فائضة عن حاجة المستوطنات. يعني هذا الأمر يعني لا أحد يقبله، حتى الولايات المتحدة لا أعتقد أنها تقبل يعني بمثل هذه الأفكار التي يحاول نتنياهو أن يروج لها يعني من وراء ستار. طيب أستاذ خليل، يعني في سبيل إطالة الحرب اليوم تبنون اختبار على الناجح. نعم، في سبيل إطالة الحرب وتمديد عمر الحكومة، هل يضحي نتنياهو بالعسكريين، خاصة وأنه في مسألة المفاوضات هم في المرحلة الثانية؟ نعم هذا صحيح، لأن نتنياهو يواجه مأزق، المأزق أنه يعني يواجه خيارين كلاهما سيء بالنسبة له. الخيار الأول هو الإقدام على صفقة تبادل أسرى يدفع فيها ثمن باهظ، وهذا الأمر سوف يعتبر خيارا سيئا وثمنا غير مقبولا من حلفائه المقربين في داخل الحكومة من أمثال سموتريتش وبن غفير، وهم أعلنوا مواقف مسبقة يعني ترفض يعني أي الإقدام على دفع مثل هذا الثمن. أما الخيار الأكثر سوءا هو استمرار الحرب في ظل عدم تحقيق إنجازات فعلية، ويتحدث عن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة في هذه الحرب في قطاع غزة دون أن ينجز الأهداف التي وضعت لكل مرحلة، يعني مثل يعني مدينة غزة وشمالها، إعادة العمليات العسكرية فيها، منطقة خان يونس ودير البلح وسط قطاع غزة حتى الآن لا تزال تشهد معارك يعني عسكرية ضارية، ومن ثم الانتقال إلى منطقة الجنوب في رفح دون أن ينجز المهمة العسكرية لا في الشمال ولا في الوسط ولا في خان يونس. ولذلك هناك تشكيك بإمكانية الاستمرار في عملية عسكرية باتت طريقها مسدودة من حيث تحقيق الأهداف الكبرى التي كان وضعها يعني نتنياهو، وليس من حيث الأهداف التكتيكية المتعلقة بالضربات التي تشن، التدمير، الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحتى في صفوف يعني فصائل المقاومة الفلسطينية سواء في الأرواح أو في الاعتاد العسكري. لذلك يعني نتنياهو في مأزق الآن، هو يناور ويحاول أن يبقي الحرب يعني قائمة. شكرا. لأن إبقاء الحرب قائمة ودحرجتها حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن أن تحمل له وعدا أو أخبار سارة بإمكانية عودة ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض. شكرا جزيلا لك من رام الله الكاتب السياسي خليل شاهين على كل ما تفضلت به من معلومات. النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل أحداثا صامتة غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا
أهلا بكم من جديد. قالت مصادر مطلعة لرويترز إن قادة من كبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا 3 مرات خلال يناير في البحرين في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ 9 أشهر. وقالت 4 مصادر للوكالة بين مثنان حضر المحادثات إنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان حضر ممثلون مؤثرون من القوتين. وأضافت المصادر أن لواء شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة مثل الجيش في اجتماعات العاصمة البحرينية المنامة، بينما مثل قوات الدعم السريع لواء عبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. قال أحد المشاركين إن الجانبين اتفقا مبدئيا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه. أضاف المصدر أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعا للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد جدد تأكيده على أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في البلاد إلا بعد الانتهاء مما وصفه بالتمرد الذي يواجه الدولة، مشيرا إلى أن حل المشاكل يأتي من الداخل وليس من الخارج. وقال البرهان إن رسالته للسياسيين الذين يحرضون من وصفهم بالمتمردين ضد الجيش أن القوات المسلحة والمواطنين لن ينكسروا ولن ينهزموا، مؤكدا تضامن وتكاتف الجميع في سبيل دحر التمرد واستئصاله. أضاف أن قائد الدعم السريع ومعاونيه الذين وصفهم بالمتمردين سيحاسبون على كل الانتهاكات التي قاموا بها ضد المواطنين، وأن الشعب هو من سيحاكمهم ويحاسبهم. إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، وصل وفد من تحالف تقدم يضم عددا من القيادات السياسية والمدنية السودانية، وذلك استجابة لدعوة رسمية من رئيس جنوب السودان لبحث سبل وقف الحرب في البلاد. وفي تصريحات خاصة للحدث كشف القيادي بالمكتب التنفيذي لتحالف تقدم خالد شويش أن رئيس التحالف عبد الله حمدوك تخلف عن الزيارة لأسباب صحية، مشيرا إلى أن قيادات تقدم التي وصلت إلى جوبا ستبدأ اجتماعاتها مع الوساطة الجنوبية اليوم الخميس. جينا في زيارة لدولة جنوب السودان بدعوة من السيد رئيس دولة الجنوب فريق سلفاكير لإطار التباحث والتشاور في طرق إيقاف الحرب وفي إطار عملية السلام في السودان الدائرة والحرب الدائرة في السودان من فترة 9 إلى 10 شهور. وصل جزء من الوفد تقدم اليوم بقيادة برمناصر فريق برمناصر والواسق البرير وعمر الدقير وبكر فيصل وسليمان صندل وشخص الضعيف. وبكرة حيكون في اجتماع الساعة 10 مع الوساطة. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذ محمد. يعني أين نحن اليوم في هذه المرحلة؟ كان الحديث متبادل ما بين قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع بأن السودان متجه إلى حرب طويلة، لماذا لا ترتبط هذه التصريحات بمسار التفاوض وبمؤشرات على الأرض كحسن نية؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين أينما كانوا. يعني بطبيعة الحال لو تابعنا كل التصريحات التي تصدر من قبل البرهان تحديدا في عدة اتجاهات، هناك تصريحات موجهة إلى الداخل السوداني إلى المواطنين بشكل عام وكذلك إلى جنوده، وأيضا في هذه الرسائل أو تصريحات ما هو مرسل إلى الطرف الآخر الدعم السريع وأيضا إلى المجتمع الدولي. جزء كبير من هذه التصريحات التي يعني أشرتم إليها هي تصريحات يعني توضع في إطار الدعم المعنوي أو يعني الإسناد المعنوي إنجاز التوصيف للقوات التابعة للجيش في الدرجة الأولى، وهو كان يخاطب هذه القوات. كذلك هناك رسائل وجهت إلى المواطنين أيضا، هذه الرسائل وهذه التسريبات التي توافقت عليها العديد من المصادر فيما يتعلق باللقاء الذي يجري الحديث على أنه تم في المنامة في خلال هذا الشهر، هذا يؤشر إلى العديد من النقاط، أبرزها أن يعني هذا الوضع يشي بأن هناك استعداد الآن لدى الطرفين للانتقال إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة إنهاء حالة الحرب.
بطبيعة الحال الجميع يبحث من خلال المعطيات التي تتوفر لديه على أو يبحث الوصول إلى هذه الحالة. الجيش من ناحيته مضغوط من قبل مواطنيه للوصول إلى إنهاء هذه الحالة، لأن هناك حالة تضرر كبيرة جدا حصلت، والجيش لا يريد أن يدخل في المزيد، لا يريد أن يوسع مرحلة المواجهة أيضا. إنهاء هذه الحرب بأقل التكاليف هو العنوان الذي يبحث عنه الجيش. من الناحية الأخرى أيضا الدعم السريع يبحث عن صورة يعني انتصار بين قوسين، خاصة بعد تسرب العديد من الصور المفجعة يعني إنسانيا لنقل للشباب الذين ينخرطون في عملية الارتزاق وتتسرب صورهم يوما بعد آخر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وهو ما يشي بفشل العمليات الآن واندحار هذه القوات على الأقل في المناطق الرئيسية في العاصمة وما جاورها، وتقدم هذه القوات الآن بعد ضمان نجاح عملية التسليح الشعبي التي تمت، ويعني ضمان عدم يعني توغل هذه القوات إلى الجديد من أو يعني المناطق الآمنة في الولايات الآمنة. كذلك يعني يمكن الحديث عن أن هذه المرحلة لابد يعني أن تتصف بنوع من أنواع المنطقية، خاصة وأن المطلوب الآن أن يكون الجيش على قدر التوقعات من قبل أو لدى شعبه. هناك مسألة أخلاقية، هذه القوات بما أن 90% منها كما يعرف السودانيون جميعا متدفقون من مختلف دول غرب أفريقيا، خاصة المنتمين إلى الجماعات الإرهابية من يعني كل المجموعات المعروفة لدى المراقبين في هذه المنطقة، بوكو حرام وغيرها من المجموعات الإرهابية. الآن المطلوب هو البحث أو يعني توفير مسألة يعني شروط الاستسلام، البحث فقط أو التفاوض فقط حول شروط الاستسلام. هذا إن جازت أو يعني إن حصل فعلا هذا التفاوض فلن يكون إلا على هذه النقطة، وإلا فإن أي شيء غير ذلك سيواجه بالكثير من الرفض، سيواجه أيضا على الدعم السريع ليس فقط على الجيش السوداني. المسألة الأخلاقية اليوم الدعم السريع عزيزي يعني المسألة الأخلاقية فقط أمامه في يعني السماح لمن صدق أن هناك مخططا سيأتي به ويمنحه الأموال وسيمنحه الجنسية السودانية وسيمنحه البيوت الفارهة في الخرطوم وغير ذلك، أن يتوقف عن هذه الوعود الكاذبة، أن لا يغرر بالشباب الذين يقدمون إلى السودان من أقصى غرب هذه القارة إلى هذه المنطقة من مالي مرورا بالنيجر وتشاد ووصولا إلى الخرطوم، أن يتوقف عن هذا الأمر وأن يراعي شعور الأمهات المكلومات في هذه الدول. نتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيوت العزاء المفتوحة في هذه الدول وهذه المآسي التي تحدث، هذه الصور مفجعة ومؤلمة حينما نشاهد المئات من الآلاف من هذه المجموعات يعني تذهب أرواحهم سدى. هذه القوات تصنف قوات غازية، قوات إرهابية، لأنها بطبيعة الحال لديها سجل حافل من الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب التي ارتكبت في مناطق غرب البلاد وفي وسط الخرطوم أيضا. هذا فيما يتعلق بهذه القوات، أي حديث غير ذلك فإنه غير منطقي. المحافظة على حياة هؤلاء الشباب مهم جدا، وإلا فإن المسؤولية ستطالهم بطبيعة الحال حينما يعني تكون الأمور على الطاولة فيما يتعلق بمسائل المحاسبة وما إلى ذلك. طيب ماذا نقرأ من تحركات مسار تقدم في جنوب السودان اليوم؟ قادر على إحداث اختراق فيما يتعلق بالسلام وأن يكون هو رأس خيط الحل السوداني؟ يعني بكل أسف شديد تقدم بين قوسين قحط، يعني هي تجرب المجرب وتكرر ذات الأمر. للأسف شديد اتفاق جوبا ذلك الاتفاق الذي عد وثيقة دستورية ثانية موازية للوثيقة الدستورية الأساسية والتي أفشلت كل ما تم التوصل إليه في الفترة الأولى بعد يعني رحيل النظام السابق، هي تحاول الآن أن تجرب مع دولة جنوب السودان التي بكل أسف شديد يعني بدأت ترد الكثير من التقارير وآخرها التقرير الأممي الذي زج أو يعني وضع اسم جنوب السودان في هذا التقرير ضمن الدول التي بكل أسف شديد تتسبب الآن في يعني شكرا إطالة أمد
هذه الحرب. ليست هناك يعني او ليس هناك الكثير الذي يمكن ان يبحث في جوبا الامر داخل السودان وبين السودانيين وبين القوى المدنيه السودانيه بدلا من ان ياتي من الخارج. شكرا جزيلا لك من القاهره الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين. ننتقل معكم الآن مشاهدينا لمتابعة هذه الصور المباشرة والتي تردنا إذن من بروكسل، حيث تتصاعد ثورة المزارعين فيها تزامنا مع قمة مرتقبة للاتحاد الأوروبي، كما تتصاعد في مختلف أنحاء القارة الأوروبية بعد أن انطلقت شرارتها من فرنسا على إثر احتجاجات تطالب بدعم المزارعين وتوفير ضمانات لهم بعد تأثر أعمالهم ومداخلهم على إثر الانفتاح الأوروبي على الاستيراد. وتترقب أوروبا اليوم موجة كبيرة من الاحتجاجات التي بدأت بالفعل في عدد من العواصم الأوروبية ومنها بروكسل. أفادت الشرطة البلجيكية بإغلاق المزارعين المحتجين الطرق حول قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل. وكشف المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس بريس عن محاولة ابعاد 1000 جرار أو آلة زراعية عن تجمع قادة الاتحاد الأوروبي. إذن هذه صور مباشرة، نستمع إلى الصوت الطبيعي من هناك. نكتفي بهذا القدر من هذه الصور، شكرا لكم ولكرم المتابعة. النشرة انتهت، السلام عليكم ورحمة الله.